यही करता है कि शुरू में कुछ अर्सा थोड़ा सा ما نشعر به عادة في رمضان هو أنه يمر ببطء بعض الشيء في البداية، وكأنه يمشي إن صح التعبير، ثم يبدأ بالركض ويمر سريعا، ولكن هذه المرة يبدو كأنه يطير إذ قد انتهى بسرعة. هل هذا انطباعي أنا فقط أم أن الآخرين أيضا ينتابهم الشعور نفسه؟ يقول السكرتير الخاص بأن الآخرين أيضا ينتابهم الشعور نفسه. ثم قال حضرته: هناك تعابير مختلفة في اللغة البنجابية لبيان ذلك، منها يمر بسرعة وكأنه راكب قطارا، وقد ترجمت هذه التعبير إلى الأردية. एक ये रब्बा से एक हमारे आलिम हैं जो माहिर हैं माशाल्लाह ग्रामर के बहुत चोटी के माहिर हैं और उसके अलावा उनको ثم قال حضرته هناك عالم كبير في جماعتنا في ربوة ولديه إلمام جيد بقواعد اللغة العربية أيضا وإضافة إلى ذلك لديه إلمام بعلم تجويد القرآن فهو مولع به أيضا لقد قال ذات مرة في ذكر علم التجويد أن علامات الترقيم في هذا المجال مثل الميم كعلامة وقف كلها في محلها ولكن التجويد الحقيقي هو قراءة القرآن الكريم بنطق صحيح فهذا هو علم التجويد ولكن ما هو اسم العلم الذي يعنى بالوقف والوصل في أثناء التلاوة وما إلى ذلك تجھے تجوید مومن صاحب کو پتا ہوگا مومن صاحب نہیں اچھا تجوید آپ بتائیں اس علم کا ربما يعرفه السيد عبد المؤمن ایک تو تجوید ہے نا جو وسیع ثم قال حضرته هناك علم التجويد وهو علم واسع النطاق جدا وله علاقة بقراءة القرآن الكريم وقسم منه يعنى بأداء الكلمات بنطق وطريق سليمين ایک ہے قراءت اس کے اصول ہیں وہ تجوید کے تابع ہی ہے دراصل ایک تیسری بات یہ ہے کہ کہاں وقفہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا وهناك قواعد اخرى للقراءه تتبع علم التجويد نفسه والقضيه الثانيه هي اين ينبغي التوقف في اثناء القراءه واين يجب الوصل ولكن هذا يتعلق بعلم القراءه او بعلم التجويد قلت لهذا الاخ انذاك إن ظنك بأن قواعد التجويد هذه قد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا أبدا وقد أثبت ذلك من خلال نسخ القرآن الكريم القديمة ومن خلال نسخ القرآن الكريم المطبوعة في المملكة العربية السعودية والمتداولة في بلادنا أن بعض هذه العلامات ليست من ضمنها وضربت له مثل القراءة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الشر الوسواس الخناس اس طرح پڑھنا ایک ہی دم میں قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس بالتسلسل وضربت له امثلة اخرى ايضا ولكن ذلك الاخ مولع بهذا العلم ويغلبه الشوق فيركز على ذلك كثيرا وذلك لان العلم ايضا يخلق اليبوس في بعض الطبائع احيانا فيجب على الاخوة أن يتجنبوها العلم شيء جيد ولكن اليبوس ليست جيدة يبدو لي أن قوله هذا أيضا ناتج عن اليبوس نفسها وأعوذ بالله إن كنت مخطئا في ذلك ولكن هذا هو انطباعي بشكل عام يقول هذا الأخ بأنك قرأت وريا بينما الصحيح أن يقرأ وريا أي كان ينبغي أن يقرأ ما أريا بدلا من ما وريا ولكن لا أدري من أين جاء بهذه القراءة لأن الأصل هو وارى يواري وعندما نقرأ وريا تحذف إحدى الواوين فالأصل هو وارى يواري وريا وصيغة الماضي للمجهول من وارى ستكون وريا ولكن الواو تسقط في هذه الصيغة وتوضع على الواو المتبقية ضمة مقلوبة للإشارة إلى أن الواو هنا محذوفة ولا يقرأ وريا جس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ایک واو حذف ہے اور یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ اس کو اوریا پڑھا جائے
وبعد طرحي هذه القضية فحصت 3 نسخ مختلفة مطبوعة في البلاد العربية، وقد وضعت في جميعها الضمة العادية على الواو وليست ضمة مقلوبة. غير أنه قد كتبت واو صغيرة في الكلمة للبيان أن الواو المتوسطة لا تلفظ، فسيبقى اللفظ ووريا. على أي حال، هذه قضية بسيطة لا تجدر بأن ندخل في البحث فيها، فأرى أن لفظ ووريا هو الأصح، فألفظه هكذا لأن أصله هو وارى، لذا إن لفظ ووريا ليس خطأ ولا يغير في المعنى شيئا ولا يمكنه أن يقدم دليلا ضده. یہاں جو علماء ہیں ان سے جب میں نے گفتگو کی تو مومن صاحب وغیرہ قطعی طور پر اس بات کے قائل ہیں. لقد تحدثت حول هذا الموضوع مع العلماء هنا بمن فيهم السيد عبد المؤمن، وهم متفقون تماما على أنه يجب أن يلفظ وريا ولا يجوز لفظ وريا. وما دام هناك بعض الخلاف في هذه القضية، لذا فإن ذكر ذلك الأخ ليس مناسبا هنا. مومن صاحب نے توجہ دلائی ہے ایک درستی کی، وہ درست ہے بالکل، ان سے مجھے پورا اتفاق ہے. والأمر الثاني الذي ذكره لي السيد عبد المؤمن، وهذا صحيح وأنا أوافقه في ذلك تماما، وهذا أيضا يتعلق بقضية الضمة المقلوبة، ولأن أكثر الناس ليسوا مطلعين على ذلك، لذا أريد أن أشرح الأمر بأن في بعض النسخ من القرآن الكريم تكتب ضمة مقلوبة على واو أو أحرف أخرى مثل يسوء، وإن لم يكن هناك ضمة مقلوبة فلتعلموا ما هو الأسلوب المتفق عليه لقراءته. سب جگہ میں نے چیک نہیں کی، اس لیے میں شک کا اظہار کر رہا ہوں کہ شاید کہیں نہ ہو، مگر جو مثالیں میرے سامنے ہیں ان میں قرآن کریم میں لیسوء کے اوپر. ولأني ما فحصت ذلك في كل مكان، لذا أقول بأنه قد لا يكون هذا الأسلوب متبعا في كل مكان، غير أن الأمثلة التي أمامنا القرآن الكريم مكتوبة فيها على يسوء ضمة مقلوبة، فقال لي السيد عبد المؤمن إنه ظن أنني لفظت ليسوء بالضمة العادية، وعندما تم تصحيح ذلك قرأت يسوء بالضمة العادية مرة أخرى، بينما كان يجب أن يلفظ ليسوء بضمة مقلوبة، لأن الضمة المقلوبة تشير إلى أن الواو محذوفة هنا، ولكنه يقول بأن المحذوف هنا ليس الواو بل المحذوف هو نون المضارع، وهذا صحيح. ومن حسن الصدف أنني عندما عدت من الدرس تذكرت ذلك بنفسي، غير أنه لم يخطر ببالي حينها لسبب العجلة، لماذا لم تدخل الفتحة على يسوء ولماذا دخلته الضمة، وقد تذكرت ذلك عندما عدت أنها صيغة المضارع أي يسوءون، وسقطت منها نون المضارعة، وإن لم تكتب الواو أي إن لم نكتب يسوء فسيلفظ يسوء بالضمة المقلوبة على الهمزة. فأشكر السيد عبد المؤمن على توجيهي إلى ذلك، لأن ذلك كان قد أفلت من ذهني حينها، ولو لم يوجهني لبقي الخطأ على حاله، وللفظه كثير من الأحمديين يسوء بضمة عادية وينسب إلي بأني قلت ذلك، فكان لابد من هذا التصحيح حتى لا يشيع الخطأ. وقد قدم السيد عبد المؤمن أمثلة كثيرة على ذلك، منها يلوونا، أصل ما هي يلوونا، يا داود يلوونا، وكتبت عليها ضمة مقلوبة لحذف إحدى الواوين، وكذلك يا داود، فقد كتبت الضمة المقلوبة لإظهار حذف الواو. اسی طرح يسوء أصل ما هي اور يسوء لکھا جاتا ہے مگر. هنا سأل حضرته الإخوة الحضور هل هذا هو المبدأ الصحيح أم أن هناك أمرا آخر. نصير قمر صاحب نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں ایسی. لقد صدق السيد نصير قمر أيضا على ذلك، وقال بأن السهو من هذا القبيل في النطق يحدث أحيانا، غير أنه قد وجه الأنظار إلى هذا الأمر بليونة أكثر، ولكن هذا ليس سهوا في النطق بل هو خطأ ناتج عن سوء فهم القواعد، فكان ذلك سوء فهم القواعد ولم يكن سوءا في النطق. وكما قلت قد تذكرت ذلك بنفسي أيضا، ولكن نسيت أن أصحح الخطأ في أثناء الدرس. وهناك أخ اسمه السيد محمد أحمد من بريطانيا قد لفت نظري إلى أمر آخر، وقال بأنك ذكرت في أثناء الدرس يوم 26 من شباط
قط سيليكون، ويبدو من ذلك أن الحياة نشأت سيليكون مع أنها مبنية على الكربون، ونشأت من مادة كونية نسميها المادة الضوئية. كربونيك ماتيريال يعني جسكو ہم اورگینک مٹیریل کہتے ہیں اسے بنے. مجھے تعجب ہے کہ میں نے کون سا ایسا فکرہ کہا تھا جس سے یہ نتیجہ انہوں نے نکالا ہے. انني استغرب كلامه، من اي كلمه من كلام استنتج ان اساس الحياه مبني على ماده غير عضويه. كان النقاش يدور حول موضوع ان الحياه ليست مبنيه على اساس غير عضوي، بل هي مبنيه على اساس عضوي. ولكن كيف تطرقت الحياه الى المركب العضوي في حين تخلق الحياه بنفسها ماده عضويه يجب ان يكون فيها الكربون؟ ان اي مركب عضوي لابد ان يحتوي على عناصر الكربون والاكسجين والهيدروجين، ولكن هذا لا يعني ابدا انه ليست فيها معادن أخرى. فسواء أكانت المركبات كربونية أم كانت عضوية، فإن وجود المعادن فيها لا يجعلها مركبات غير عضوية. ففي كل خلية من خلايا صاحب هذا السؤال ذرة أو جزئية مثقال من الحديد، ولو نقص الحديد لنقص الدم أصلا أو انتهى. فلو تأمل قليلا لعلم أن وجود المعدن في المركب العضوي لا ينفي تكوين الحياة من المركب العضوي حتما. دوسری بات انہوں نے ایک اور بیان کی ہے ضمنا کہ وہ جو سيليكون. والأمر الآخر الذي ذكره ضمنيا هو أنه لا يبدو أن السيليكون سببا، فأقول له في هذا الصدد بأنه يجب عليه كونه عالما، وكذلك على العلماء الآخرين أيضا أن يدرسوا هذا الموضوع بعمق أكثر، لأنه مهم جدا. أهم مسألة هي کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور organic compounds کیسے وجود میں آئے. أي موضوع كيفية بداية الحياة وكيف وجدت المركبات العضوية. لم يجد عالم مسلم فرصة للبحث في هذا الموضوع، غير أن هناك عالما روسيا بحث في هذا الموضوع أكثر من غيره. لقد قرأت كتاب Origin of Life الذي ترجم إلى الإنجليزية عام 1938 ميلادية أول مرة، ولكن الترجمة التي قرأتها لم تكن الأولى، وقد قرأته بكل شوق ورغبة. ميزة هذا الشخص هي أنه يشرح المفاهيم بطريقة سلسة حتى يفهمها شخص عادي أيضا. وثانيا، رغم كونه ملحدا على ما يبدو، فإنه يسوق أدلة قوية ضد فكرة حدوث المفاجآت في الخلق لدرجة تترك الإنسان في حيرة من أمره. فيقول في الكتاب المذكور إنه من المستحيل تماما أن تصل هذه السلسلة نتيجة المفاجآت إلى هذا الحد الذي هو ضروري لمواد البناء، أي الـ RNA والـ DNA. RNA وغيرها کے لئے ضروری ہے. اس کی کتاب نے سائنسی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، اور اس کے بعد پھر مغربی دنیا میں توجہ پیدا ہوئی. مگر انگریز یہ کہتے ہیں کہ ہولڈن. لقد اثار كتابه ضجة في عالم العلوم، الامر الذي شد انتباه العالم الغربي الى هذا الامر. ولكن الانجليز يقولون بان عالما اسمه هولدن كان قد سبق وقام بحث حر وعلى الخطوط نفسها عام 1929 ميلادية، وقد نشر بحثه عام 1929 ميلادية. ولكن لما كان بحث هذا العالم الروسي موجودا من قبل، لذا ما كان بوسعهم القول بأن بحث هذا الإنجليزي سبق الروسي، كما لا يمكن أن نغض الطرف عن إمكانية وصول المعلومات عن الترجمة الروسية إلى هناك، ولكنه أمر ثانوي لا يهمنا في الحقيقة. یہ دو سائنسدان ہیں جنہوں نے آغاز زندگی پر. فهذان العالمان قد قاما ببحث يعد قمة البحث حول بداية الحياة، وقد صار الأساس للبحوث التالية في الموضوع. لذا يجب على العلماء الأحمديين أن يدرسوا هذه الكتب. إن فريق العلماء الذين جهزناهم قاموا بالبحث في هذا المجال في أمريكا أكثر من غيرها. لقد قاموا بهذا البحث في أوروبا أيضا، ولكن أحرز العلماء في أمريكا قصب السوق. اور یورپ میں بھی ہوا مگر امریکہ میں بہت زیادہ. پہلا نظریہ یہ تھا کہ
كانت النظرية في البداية أنه لما لم يكن الأكسجين موجودا في ذلك الزمن، أي التصور الذي يقدمونه لذلك الزمن، لذا بدأ نشوء المركب العضوي في البحر نتيجة الشحن الكهربائي العالي، ثم تطورت هذه النظرية. لقد نالت هذه النظرية قبولا إلى مدة من الزمن. ما ذكرته من قبل ذكرت فيه بعض المواد الكيميائية القابلة للانعكاس، أي للانقلاب رأسا على عقب. الواقع أنه ليست هناك مادة كيميائية واحدة، بل هي كثيرة نشأت في البحر وهي معقدة جدا ظاهرية. بہت سی کیمیکلز ہیں جو سمندر میں پیدا ہوئیں اور بظاہر وہ کافی کمپلیکیٹڈ بھی دکھائی دیتی ہیں، مگر یہ پہلا سائنسدان جو ہاولٹس ہے امریکہ کا. ولكن العالم الأول وهو أمريكي قد أثبت بصورة قطعية أن هذه المادة تعود، ويثبت أكثر من الارتقاء أن المواد الكيميائية المعقدة قد نشأت في البحر نتيجة الشحن الكهربائي، ثم تراجعت تلك المواد الكيميائية نتيجة تأثير الماء شيئا فشيئا، فقد امتزجت مع السائل بدلا من الارتقاء. ایک مسئلہ ہاوبٹس نے یہ اٹھایا، اور ایک اور شکاگو کے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اتنا پتلا سوپ ہے یہ. وهناك مسألة أخرى أثارها عالم من شيكاغو اسمه هوارتز، أن هذا السائل مميع جدا، ومن غير الممكن تماما في حال وجود السائل في مرحلة ما قبل الوحدة أن تتطور ردود الفعل الكيماوية المعقدة لهذا السائل وتوصله إلى صورة ما كان ذريا قبل الحياة، ولم يدحض أحد دليله هذا. أما مرحلة السيليكون التي ذكرتها فتأتي بعد هذه المرحلة. بعض العلماء قدموا هذه النظرية عام 1952 ميلادية، ثم طورت فيما بعد، وإن بناء السيليكون ضروري ليطور إلى خطة تالية بعد تكثيفه، لتظل المادة الكيماوية تتطور في البحر وإن كانت قليلة. الواقع أن المراد من المادة الكيماوية هو المادة العضوية. لقد قلت المادة الكيماوية، ولكن المراد هو المادة العضوية. اسی مضمون کو ایک اور انگریز سائنسدان نے مٹی کے لقد ربط عالم إنجليزي آخر هذا الموضوع بالفخار أو أساس الطين. اب سوال یہ ہے کہ سمندر کے اندر وہ مٹی کے ذرے کس طرح جڑے، اور سلیکون نے کس طرح وہ ماحول پیدا کیا جو اس کے لیے ضروری تھا. السؤال الآن هو كيف التصقت ذرات الطين ببعضها بعضا في البحر، وكيف خلق السيليكون ذلك الجو الذي كان ضروريا لها، لأن ذلك كان يقتضي الامتصاص. وليتذكر علماؤنا أن أساس السيليكون المذكور أنه يعمل كعامل حفز catalytic agent. كان يفهم من قبل أن المعدن الذي يساهم في تطوير ردود الفعل الكيماوية الناتج عن الأكسجين، رغم مساهمته في العملية، لا يشترك في الناتج المقصود. هذا ما يسمى بعامل الحفز. ثم شاع هذا المصطلح بوجه عام. كل مادة كيماوية تربط بين مادة كيماوية أخرى، مثلها كمثل أناس يربطون بين عائلتين في موضوع الزواج، بمعنى أن عملهم يقتصر على ذلك فقط، ولكنهم يكونون بارعين من حيث الربط بين الناس. كذلك خلق الله تعالى بعض المعادن التي تقوم بعملية الربط بين المواد المختلفة، ولو أبعدناها من هذا المجال فلا يتم الترابط، فهي تقيم الترابط ثم تربط الأخرى وتنقلها إلى جانب آخر. هذا ما يسمى بفعل الحفز كاتاكاليزم. هذا هو بيان السيليكون، ولم يكن المراد أصلا أن الحياة مبنية على السيليكون، بل ذكرت الامتصاص absorption أيضا بصاد بيان السيليكون، أي الفخار الذي كان يحتوي على قدر أكبر من السيليكون، ولكن الطين أو الفخار كان موجودا حتما، فقد وقعت ردة الفعل التي ظهرت على سطح الفخار نتيجة حرارة الشمس الشديدة والتي تسمى الامتصاص absorption.
فالكرات الغازية التي تتناولونها لا تظهر ردة فعلها نتيجة الأكسجين الموجود فيكم، بل تمتص الأكسيد الإضافي فيكم، أي لا يكون رد فعل كيماوي. وقطع الفخار هذه لا تظهر ردة الفعل الكيماوي، بل كانت تحدث تغييرات جديدة كعامل حفز كاتاليتيك ايجنت على سبيل الامتصاص absorption. هذا هو البحث العام في هذا الباب، أما ما قلته بوجه خاص فلم أجد مصدره إلى الآن وما زلنا نبحث عنه. اسی مضمون پر ایک رسالے میں تحقیق شائع ہوئی تھی کہ سلیکون والا جو تھیری ہے جو بجنے والی. لقد نشر بحث في إحدى المجلات حول نظرية السيليكون والفخار، جاء فيه أن ذلك ليس ثابتا فقط عند العلماء، بل قالوا بأنهم اكتشفوا مكانا في أستراليا فيه قرائن تفيد أنه هو المكان الذي بدأت فيه كيمياء الحياة، أي تلك الكيمياء التي تطورت منها الحياة رويدا رويدا. اب اس زمن میں میں میاں انس صاحب والے سوال کا جواب مزید یہ دیتا ہوں. عن سؤال ارسله السيد ميرزا انس احمد المحترم، يقول القرآن الكريم بأن الفخار قد جعل من حمأ مسنون، وهذا كلام لطيف جدا ويجب الانتباه إليه جيدا، أن مادة الحياة الكيماوية التي تكونت في البحر ما كان لها أن تتطور لأنها كانت خفيفة جدا وكانت تشكل جزئية بسيطة جدا لدرجة كان تطورها مستحيلا، وكان لابد أن تجتمع وتتكثف. ولا يقول العلماء فقط بأنها عملت كعامل حفز، بل يقولون إن مواد كيماوية كثيرة تطورت إلى حد لا بأس به عندما خرجت نتيجة تأثير كهربائي وتيارات وجدت فرصة للتكثيف، وهذه المادة العضوية المركزة هي التي تسمى حمأ مسنونا. عندما يقول القرآن الكريم بأننا جعلنا الفخار من حمأ مسنون فهذا إعجاز كبير، وإن إثباته من حيث العلوم مسؤولية العلماء الأحمديين. أنا أطالع هذه الأمور كشخص عادي وأضع أمامكم حصيلة مطالعتي، أما الخوض في التفاصيل فهذا واجب العلماء، فلا تسألوني عن تفاصيل القواعد العلمية، هذه مسؤوليتكم أنتم، وعليكم أن تخبروني تفاصيل ما أخبركم به إجمالا. ما هي التغييرات الكيماوية وردود الفعل التي حدثت بعد ذلك؟ عليكم أن تكتبوا مقالات حول هذا الموضوع ويمكننا أن ننشرها في مجلتنا الإنجليزية Review of Religions، ويمكن إرسالها إلى جرائد أخرى أيضا، وليؤلف الكتب أيضا حول هذا الموضوع ويطور الموضوع أكثر، فهذه مسؤولية العلماء. وهناك أمر ممتع آخر، فقد وصلتني عبر الفاكس رسالة من السيد مصطفى ثابت المحترم، وما جاء فيها كنت قد ذكرته لأولادي على طاولة الطعام، ولكن هناك فرق بين ما قلت وما فهمه هو. يقول السيد مصطفى ثابت بأنك ذكرت ظاهرة التكرار في حياة موسى، والغريب في الأمر أن فرعون أيضا عاصر نبيين، أي لم يواجه نبيا واحدا بل واجه نبيين اثنين، ولكن يجب بيان هذا الموضوع بأسلوب آخر. كنت قد قلت له بأن هناك أمرا لم يحضرني حين ذاك، ولكنه يسفر عن نتائج عميقة ويميط اللسان عن مفهوم عظيم بصورة محيرة للعقول، وهو أن موسى طلب من الله نبيين اثنين، لقد أعطاه الله نبيا واحدا ولكنه طلب نبيا آخر، إذن فإن اجتماع نبيين معاصرين بناء على طلب موسى أمر خاص به وحده عليه السلام. یہ حضرت موسیٰ کا ایک خاصہ ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. میری توجہ بائبل کی اس پیشگوئی کی طرف گئی. ولكن الموضوع لا ينتهي هنا، بل ذهب وهلي إلى نبوءة مذكورة في سفر التثنية من العدد 18، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. وبذلك تبين لي موضوع عظيم، وهو أن موسى عليه السلام
بسبب بساطته طلب مساعدا واحدا لنفسه وبصورة مؤقتة، ولكن عندما قبل الله طلبه أدخل فيه مضامين عظيمة. فقال تعالى: نعم سأعطيك إخوتك هؤلاء، ولكن آية استجابة دعائك ستتحقق فيما بعد، وذلك بصورة بعثة نبي عظيم من بين إخوتك، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن بحث التكرار ليس حكايات ونكات محضة، بل هو مفاهيم عميقة، والله تعالى لا يذكر مثل هذه الأمور الدقيقة على سبيل النكات فقط، بل يعطي فوائد ضمنية وإن بدت نكات أحيانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب، اور ہمیں دے جو تو نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے ہاتھوں، رسولوں پر وعدہ فرمایا، یعنی رسول. اے ما وعدتنا بواسطة رسلك، اي وعدتنا ولكن وضحت هذا الوعد على الرسل الذين سبقوا، بمعنى أنك قد وعدتنا فيما سبق على لسان الرسل، فندعوك يا رب أن يتحقق هذا الوعد من دون أي نقص فيه، وإلا فلسوف نذل ونخزى يوم القيامة. وعدہ پورا ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ دعا ہے، ورنہ ہم قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. انک لا تخلف المیعاد، إنك لا تخلف الميعاد، أي أن وعودك تتحقق لا محالة. لقد أثار أسلوب الكلام هذا بعض الأسئلة التي رد عليها المفسرون، كل بأسلوبه. سب سے پہلے تو تخلف الميعاد کا مضمون ہے. اس میں أولا هو موضوع تخلف الميعاد، ما هو معنى خلف هنا؟ فمن معانيه الشخص الذي يأتي فيما بعد، ويطلق الخلف على شيء رديء أيضا. وقد جاء في القرآن الكريم: خلف من بعدهم خلف، أي تركوا وراءهم أخلافا كانوا أشرارا ومن المبطلين. غير أن كلمة خلف استخدمت هنا بمعنى الذين يأتون فيما بعد، هذا الاستخدام العام لهذه الكلمة معروف عند الناس جميعا، ولكن السؤال هو: ما علاقة إخلاف الوعد بهذا الموضوع؟ ایک تو یہ کہ جو شخص وعدہ توڑ دے وہ ردی حالت میں ہوتا ہے، ایسا شخص. إن الذي يخلف الوعود يكون في حالة رديئة ولا يستحق أن يعد ضمن ذوي القيم السامية. كذلك إن التلكؤ في الوعود أيضا كالإخلاف فيها، إذ يؤجل المرء إفاءها من دون سبب أو مسوغ، وسواء أوفى به فيما بعد أم لم يوفي فهو يعتبر إخلافا به. فعلى الإنسان أن لا يتلكأ في إفاء العهد مع قدرته على ذلك. مگر یہ خلف کی جو بحث ہے، یہ محض اس کی اندر جو کنو ہے، جو وعدہ خلافی کے لفظ کے اندر فلسفہ ہے، اس کی خاطر علماء نے چھیڑی ہے. لقد بحث العلماء في كلمة خلف وقالوا إن منها الخلفة التي تعني القيام مقام أحد أو الذي يأتي بعد أحد، كما جاء في القرآن: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. تو ایک دوسرے کی جگہ لیتا ہے، وہ بھی یعنی بعد میں آنے والے مراد. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، اي الليل والنهار يقومان وقام بعضهما بعضا، اي يرادف بعضهما بعضا. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون. خلف فلان فلانا قام بالامر عنه، فقد جاء في القرآن الكريم: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون، اي يتولى احد عمل غيره. وبهذا المعنى يمكن ان يفهم معنى الخلافة والخليفة، اي ان المهمة الاصلية كانت لخليفة الله على الارض، ثم الذي يواصل هذه المهمة يسمى خليفة. جو اس مشن کو اس کے بعد جاری رکھے وہ خلیفہ کہلائے گا. والخلف المخالفة
في الوعد الخلف يقال وعدا المخالفة في الوعد يقال وعدني فأخلفني أي خالف في الميعاد يترجم حضرته وعدہ کر کے پورا نہ کیا یعنی میعاد میں اختلاف کیا جو میں بات کہہ رہا تھا یہ مفردات میں بھی درج ما ذكرته من قبل ورد في المفردات أيضا ما كنت قد قرأت ذلك من قبل ولكن عندما يؤيد المفردات المعنى نفسه نشعر بالمتعة يقول الإمام الراغب إن التلكؤ في الوعد بمنزلة الإخلاف فيه وإذا أجل إيفاؤه فهذه بادرة الإخلاف الميعاد کا ذکر کھلم کھلا قرآن کریم ہے لا تخلف الميعاد الوعد يكون في الخير والشر الميعاد هذا مذكور في القرآن بوضوح مثل لا تخلف الميعاد الوعد يكون في الخير والشر والوعيد في الشر خاصة أي يتضمن الخسارة والتهديد لأحد وتنبيهه بالعواقب وتحذيره من العقوبة بأنك إن لم تفعل ذلك لعوقبت یہ سارے وعدے ہیں مگر وعید کہلاتے ہیں اور وعید خاص ہے اس کام میں لیکن لفظ وعد كل هذه وعود ولكنها تسمى وعيدا لان الوعيد خاص بمثل هذه الامور ولكن كلمه الوعد تفيد كلا المعنيين سواء اكان يتضمن وعدا حسنا ام خبرا سيئا واذا كان خبرا سيئا سيتحقق لا محاله تستخدم له ايضا كلمه الوعد تواعد اي وعد بعضهم بعضا وعقدوا معاهده يقول الإمام الراغب في ذكر هذا المعنى للميعاد يترجم حضرته تصريف هذا الفعل اس میعاد کے معنوں میں حضرت امام راغب فرماتے ہیں قال اللہ فجل بیننا و بینک موعدا يقول الامام الراغب في ذكر هذا المعنى للميعاد قال الله تعالى فاجعل بيننا وبينك موعدا وقال ايضا قل لكم ميعاد يوم فهنا لم يذكر مفهوم الوعد فقط بل ذكرت المده المعينه انه قد تقرر وقت كذا وكذا بيننا وقد استخدم القران الكريم هذه الكلمه بهذا المعنى ايضا لقد اثار الامام الرازي بحثا اخر فقال الخلف في وعد الله محال فكيف طلبوا بالدعاء ما علموا انه لا محاله واقع يترجم حضرته اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وعدہ خلافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر دعا یہ کیوں سکھا دی کہ اے خدا وعدہ خلافی نہ کرنا جبکہ مومن اي عندما يدعو المؤمنون يعرفون ان اخلاف الله الوعد مستحيل فلماذا علموا هذا الدعاء وقد رد على ذلك من بعض الاوجه منها قوله ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل بل المقصود منه اظهار الخضوع والذل والعبوديه وقد امرنا بالدعاء في اشياء نعلم قطعا انها توجد لا محاله پورا کرنے کے دوران جو مسلمانوں پر نیک عمل جو ان کو کرنے چاہیے دعا وعدہ کے مستحق بننے کے لیے يترجم حضرته دراصل اس کی دعا ہے أي ليس الدعاء ليفي الله وعده بل لينال التوفيق للأعمال الصالحة التي هي ضرورية ليستحق تحقيق ذلك الوعد وينال رضا الله تعالى يقصد الإمام الرازي أنه عندما يدعو العباد الله تعالى بالخشوع والخضوع فذلك سيؤدي بهم إلى التواضع وخشية الله والإذعان أمامه فالدعاء هو لإنقاذ أنفسهم من الأخطاء وللحصول على الطهارة ثم يقول أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة بأعيانهم بل إنما يتناولهم حسب أوصافهم فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب ووعد الفساق بالعقاب فقوله وآتنا ما وعدتنا معناه وفقنا للأعمال التي بها نصير أهلا لوعدك وعصمنا من الأعمال التي نصير بها أهلا للعقاب والخزي وعلى هذا التقدير يكون المقصود من هذه الآية طلب التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية آیت کا مقصود دراصل اطاعت کرنا اور معصیت سے بچنے کی توفیق مانگنا ہے اور یہاں بھی وہ کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے کہ وعدہ پورا فرما
يقصد من ذلك بأنهم لا يدعون الله ليفي وعده بهم فيقول إن الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهم، فهم طلبوا تعجيل ذلك. اور کوئی اس مضمون پہ قابل ذکر بات ہے تو بتاتا ہوں. ربنا کی بحث ہے. ثم هناك بحث آخر حول كلمة ربنا، وهذه الكلمة تشكل دعاء كاملا بحد ذاتها. هناك بعض الناس الذين يقولون بأنه لو ردد المرء كلمة ربنا بضع مرات لحلت مشاكله كلها. هذه كلها أمور غير حقيقية، غير أنه صحيح تماما أن ربنا دعاء كامل بحد ذاته، فنقول دائما ربنا ولك الحمد ردا على سمع الله لمن حمده، ولكن لماذا تخللت الواو بين ربنا ولك الحمد؟ السبب هو أن الواو جعلتهما جملتين منفصلتين، لأن ربنا جملة منفصلة ودعاء كامل، ولو لم تتخلل الواو لصارت الجملة واحدة ولكان معناها يا ربنا لك الحمد كله وأنت تستحق الحمد الكامل. ربنا دراصل میں مکمل دعا ہے. بہت بچپن کی بات ہے جب میں سکول میں پڑھتا تھا، ایک دفعہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا. عندما كنت صغيرا وكنت أدرس في المدرسة طرحت هذا السؤال على حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه لأول مرة، وقلت له بأني لا أفهم لماذا جاءت الواو بعد ربنا، فشرح لي هذه النقطة حينها بأن كلمة ربنا دعاء كامل، وعندما نقول ربنا تتجلى صفاته تلقائيا للداعي وتتنزل عليه رحمته. ایک روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے نا کہ ان آیات کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هناك رواية أيضا بهذا الصدد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات وكرر كلمة ربنا مرات كثيرة. یہاں بھی ان اسباب کے مہیا ہونے کی توفیق ہے، یہ تفسیر کشاف میں درج ہے. باختصار ان فی ذلک دعاء لیہیئ اللہ تعالی لنا الاسباب الضروریہ للایفاء بالعہد، هذا ما ورد فی تفسیر الکشاف. دوسرے حضرت مسلم عود نے بھی نوٹس میں یہ لکھا ہے کہ دوسری شک جو نکلتی تھی اس کی تردید. كذلك مذكور في ملاحظات سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه أن جملة لا تخلف الميعاد تضحد الشبهة، والدعاء يتلخص بأن اجعلنا يا ربنا أهلا لتحقق هذه الوعود. والآن نعود إلى الآية نفسها. يقول الله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، کہ آیت پر غور سے تعلق میں اس سے پہلی آیت کہاں ہے. ولكن قبل ذلك لابد من الانتباه والتدبر في ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. پہلی آیت اس سے 194 یہ 195 ہے. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اس دعا سے ایک بات تو قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ اگر یہ دعا مقبول ہو جائے. يثبت من ذلك قطعا أن الذين يدعون هذا الدعاء سيموتون أبرارا إذا أجيب دعاؤهم،
ومن مات وهو من الأبرار فلماذا يخاف الإيفاء بالوعود؟ تو پھر کون سی فکر باقی ہے جو ان وعدوں کے پورا کرنے کا ذکر ہے؟ یہ بحث ہے اصل. هذا هو البحث الأساسي. الوعود الحقيقية هي لتقدم الإسلام وغلبته، والمسلمون الأوائل وإن ماتوا في حالة الأبرار لا يستقر لهم قرار ما لم يستيقنوا أن الإسلام سيغلب نتيجة أعمال الذين سيأتون بعدهم، فتجدهم قلقين من ضعف المتأخرين عند هذا الموقف. والواقع أن هذا دعاء بحق الذين يأتون في مستقبل الأيام. الآية التي تتحدث عن ذلك هي هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هي سورة صف کی آیت ہے. وردت هذه الآيات في سورة الصف، أما في آية سورة الفتح فالعبارة في نهاية الآية هي وكفى بالله شهيدا. وفي آية أخرى جاءت الكلمات ولو كره الكافرون، وهي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولكن في أي زمن سيتحقق الوعد المذكور في ولو كره المشركون؟ يقول ابن جرير في شرح هذه الآية بأنه وعد الغلبة الذي وعد به على لسان الأنبياء السابقين، بشارة لغلبة سيدنا محمد رسول الله الخاتم. حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی آخری غلبے کی خوشخبری کے طور پر ملتا رہا، اور گزشتہ تمام انبیاء کو. أما الغلبة الأخيرة التي بشر بها الله تعالى على لسان الأنبياء السابقين ضد الشيطان، فكانت مقدرة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة غلبة الدين. فهذا هو مصدر القلق بوجه خاص، بأننا سوف نموت، ولكن قد يبقى العمل غير مكتمل، ولا يكفي أن نموت أبرارا على المستوى الشخصي، ولن يهدأ لنا بال ما لم تتحقق هذه الوعود. هذا عند خروج المهدي. ولكن متى ستتحقق هذه الوعود؟ فقد ورد في تفسير ابن جرير تحت هذه الآية هذا عند خروج المهدي، وجاء في بحار الأنوار، وهو كتاب موثوق به عند الشيعة، فنزلت في القائم من آل محمد. إنهم يسمون الإمام المهدي الإمام القائم أيضا. اس کے زمانے میں یہ خدا کا وعدہ پورا ہوگا. والمراد من ذلك أن هذا الوعد الإلهي سيتحقق في زمن القائم الذي سيولد من آل محمد، وهناك كتاب آخر موثوق به عند الشيعة، وهو غاية المقصود، فقد جاء في المجلد الثاني من الصفحة 123. المراد من الرسول هنا هو الإمام المهدي الموعود. الواقع أنه لما لم تتحقق هذه الغلبة في العصر الأول، أي عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالمفهوم الذي بشر به بصورة قاطعة لذلك، سواء كانت هذه المقتبسات موجودة أم لا، فإن شهادة الله الفعلية والقاطعة لا تترك مجالا لاستنتاج آخر أبدا، غير أن تحققه مقدر في المستقبل، لأن تحقق هذا الوعد كان ضروريا ولم يتحقق في العصر الأول. اس کے سوا کوئی نتیجہ نکالنے پر گنجائش نہیں رکھتی. والسؤال في عصر أي شخص سيتحقق في المستقبل؟ لا يتصور أي زمن سوى زمن نزول عيسى عليه السلام وزمن المهدي عليه السلام، لأن هناك زمن فيج أعوج أيضا، وتحل ليال حالكات حين يتوقف تقدم الإسلام وتتقهقر أقدام المسلمين إلى الانحطاط ويتوقف ارتقاء الإسلام. رک جاتا ہے پھر مسلمانوں کا قدم تنزل کی طرف جاتا ہے، اسلام وہیں کھڑا رہ جاتا ہے. یہ جو دور ہے فیض آوج کا، اس میں کیسے پورا ہو جائے گا؟ فأنى لهذا الوعد أن يتحقق في عصر فيج أعوج ما لم يأتي من الله تعالى إمام.
اس وعدے کے کوئی آثار پورے ہونے کے دکھائی نہیں دیتے. اي الامام المهدي یہ جو دعائیں او الذي يسمى بعيسى المسيح ابن مريم ولا نرى علامات تحققه الى زمن الامام المهدي فهذه الادعيه تتعلق بهذا الزمن وان مضمون تخلف الميعاد يتراءى في القران الكريم بان الله تعالى لا يخلف الميعاد ولكن وعوده تكون مشروطه بشروط وتتحدث الايه 41 من سوره البقره عن الوعود المشروطه فقد جاء فيها يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم واياي فارهبون. تم اگر عہد پورا کرو گے تو میں عہد پورا کروں. اي اذا وفيتم بعهدي فساوفي بعهدكم والا فلا تظنوا ان الوعود كافيه بمجردها ومن دون العمل. لا شك انه لا ينشا سؤال ان يخلف الله وعده بل الناس هم الذين يخلفونها. فالمراد من ذلك انه عندما ياتي زمن قدرت فيه غلبه الاسلام فان الذين سيمثلون محمدا رسول الله فلا توفقهم يا ربنا لأن يقوموا بأعمال يثبت بسببها أنهم ناقضوا العهد في نظرك. إنك تفي بالوعد لا محالة ولكن لا ضمان للنتيجة أن هذا سيحدث لا محالة لأن عهدك لا ينال ناقضي العهد ولا تصلهم بركة عهدك. فمن هذا المنطلق يفهم بوضوح أكثر الدعاء ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. أي يمكن أن نموت ونحن أبرار ولكن نرجو ألا يأتي بعدنا من يجلبون لنا الندم. فالمراد من ذلك أن أكثر الناس تقوى وصلاحا كان أولئك الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الوعود تتعلق بالمستقبل. فلا تجعل يا ربنا أن تأتي أجيال تالية ونرى أنهم مقصرون من حيث الأعمال ويتسببون بعدم تحقق الوعود بحق الإسلام كما يجب لأنها كانت سوف تتحقق في حال ثبوتنا على تلك العهود. فهذا يعني أن الله تعالى لا يخلف الميعاد بل قد صدر الخطأ منا نحن. هذا هو المراد من البحث كله. جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہو رہے ہیں تمام دنیا پر اسلام کی طرف. لذا على أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية أن يركزوا في هذه الأيام على الدعاء بوجه خاص. لقد بدأنا نشاهد أمام أعيننا تحقق وعود الله تعالى المتعلقة بغلبة الإسلام. إن أفضل الله تعالى تنزل على العالم كله فيتوجه الناس إلى الإسلام ويوفق أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية بخدمة غير معهودة في مجال نشر دعوة الإسلام. لا يستطيع المسلمون جميعا أن يدخلوا غير المسلمين في الإسلام بقدر ما تدخلهم الجماعة الإسلامية الأحمدية مع كونها قليلة العدد. فالذين ألقيت على عاتقهم هذه المسؤولية قد بدأ الله تعالى بإيفاء الوعود معهم وبذلك أثبت أن الجماعة الإسلامية الأحمدية لا تزال تفي بعهودها إلى الآن بفضل الله تعالى. وإذا كانت مخلفة وعدها لما ظهرت على أيدينا أمارات غلبة الإسلام التي تظهر الآن. فهذا تحذير شديد من ناحية ومن ناحية أخرى بشرى عظيمة أيضا. فلو ظللنا نتقدم محافظين على حسناتنا وتذكرنا هذا الدعاء بوجه خاص لازدادت سرعة تقدمنا أكثر من ذي قبل ولن نضطر إلى الانتظار لتحقق الوعود يوم القيامة ولن نقول بأننا نعيش معتمدين على وعودك بل سنعيش على تحقق البشارات التي كانت وعودا من قبل وتصبح سببا لحياتنا. فمن هذا المنطلق لهذا الدعاء علاقة متينة بالجماعة الإسلامية الأحمدية وبناء على ذلك ظل خلفاء الجماعة السابقون يقرؤونه بوجه خاص في صلوات وادعيتهم. حضور صاحب پاشا کا بیٹا نصرت اللہ پاشا. وفي هذا الصدد هناك دعاء آخر يجب الانتباه إليه. فقد جاءتني رسالة من غامبيا من السيد نصرت الله باشا ابن السيد حضرة الله باشا. لفت فيها نظري إلى هذا الأمر وقال بأن هناك وعدا من الله أن الناس يدخلون الإسلام أفواجا ونرى بوادره أمام أعيننا وهذه العملية لم تعد
قصة فقط أو تاريخا فحسب، بل هذا ما نراه حادثا أمام أعيننا كل يوم. وإن دخول أكثر من 100,000 شخص من غامبيا أو من هذه البلاد الثلاثة إنما هو بمنزلة دخول فوج إلى الجماعة، فيقول صاحب الرسالة إنه خطر بباله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقى البشرى بإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ثم عمل بالجزء الثاني منها أي فسبح بحمد ربك واستغفر. لذا يجب توجيه أنظار الجماعة أيضا إلى العمل بهذا الجزء، ولكن كيف يجب العمل به؟ فقد نقل بهذا الصدد حديثا، وقد فحصت الموضوع وجدت أن هناك أكثر من دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد، فأذكر لكم الدعاء الأسهل منها من حيث الحفظ، وهو دعاء كامل أيضا بحد ذاته، فهو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك تو پڑھتے ہیں سارے نماز میں، نماز کے پہلے سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، هذا دعاء يقرأه الجميع في الصلاة دائما إذ تبدأ الصلاة به. إذن هذا الدعاء سهل فتنبغي قراءته باستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في الركوع والسجود أيضا، ولكن لماذا اختاره صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود لقراءته؟ الواقع أن ذلك يشكل شهادة على صحة الحديث، لأننا أمرنا بالتسبيح في كلا هذين المقامين، فنقرأ في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ونقرأ في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. إذن فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم موضوع التسبيح بالصلاة، فكان يسبح بنفسه أيضا في كل ركعة، وقد بدأ بالتسبيح في بداية كل ركعة، ولكنه قرأ هنا الدعاء الذي ذكرته قبل قليل بإضافة بعض الكلمات إليه، وهي أستغفر الله ربي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أستغفر الله ربي، أستغفر الله. وفي حديث البخاري الذي اقتبسنا منه هذا الحديث جاء فيه اللهم اغفر لي بدلا من أستغفر الله ربي، فهذا دعاء كامل أي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اے میرے اللہ مجھے بخش دے. وإن حفظه وتذكره ليسا صعبين، لذا عليكم أن تتخذوا من قراءته عادة لكم وتدعوا به في الركوع والسجود، عندها سيتحقق أمر لا تخلف الميعاد بسرعة أكبر بإذن الله. إن شاء الله اسمه أبي ذات اس کے جواب میں جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ. والبشرى التي نتلقاها مقابل ذلك هي فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ، أي قد علم الله تعالى الدعاء بنفسه، ثم أخبر أيضا بأنه قد أجابه، بمعنى أنه قد أجيب بحق الذين دعوا به، وسبب وراء إجابته بحقهم هو أنهم كانوا يكسبون مالا كان العمل بها ضروريا حسب العهد الواجب عليهم. هذا موضوع ممتع جدا، وليس صحيحا القول بأن تلك الوعود سوف تتحقق كاملة في زمن الذين يأتون فيما بعد، غير أنه صحيح تماما أنها ستتحقق لهم أيضا، وأن غلبة الإسلام الكاملة وفي العالم كله سوف تتحقق في زمن لاحق، ولكن الوعود التي تتعلق بالزمن الأول ستتحقق أيضا لا محالة، ويأتي الزمن الأخير بعد أن تكون قد تحققت في الزمن الأول، ولن يمر الزمن الأول من دون تحققها. فحين قال الله تعالى فاستجاب، فقد أرشد الذين سيأتون فيما بعد أيضا، فقال بأن محمدا رسول الله وخدامه قد حققوا وعودهم. لذا إن جميع البشارات التي كانت تتعلق بزمنهم أي بالعصر الأول فهي ماثلة أمام أعينكم بصورة استجابة الدعاء، أي قد حققت وعدي بحقهم، فلن يواجهوا ندما يوم القيامة. ولكن من جانب آخر شرح لنا أيضا لماذا حقق الله تعالى وعده بحقهم، فقال
قال بعد ذلك أنه مقدر عند الله أن لن يضيع عمل عامل سواء أكان ذكرا أم أنثى، وقد أجبت دعاءهم نتيجة أعمالهم الصالحة. هذا هو المراد مما سبق. بعضكم من بعض ثم سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم. بعضكم من بعض أي بعضكم يتعلق ببعضكم الآخر، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، المراد من الديار هو الوطن والبيت أيضا، ويطلق الديار على أي قرية أيضا. هناك تعبير أردي غريب الديار أي الذي أخرج من وطنه، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يترجم حضرته. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار اور میں ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل فرماؤں گا جن میں ان کے نیچے ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند الله یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. اس آیت کی تشریح سے قبل التطرق الى تفسير هذه الآية اشرح بعض الكلمات لغويا حسب ما شرحها العلماء القدامى. میں حوالے دوں گا پھر تفسیر کے کچھ حوالے پیش کروں گا کہ پہلے لوگوں نے کیا کہا ہے اس کے متعلق. عزاز شاہ کہتے ہیں احملہ احلکہ قضایتہ اضاع الشیء احملہ احلکہ ما كان الله ليضيع ایمانکم اضاعوا الصلاة اي صلوها في غیر وقتها. مختلف معنی انہوں نے کیے ہیں. مطلب ہے نماز ضائع کرنے کا مطلب ہے بے وقت نماز پڑھی جائے، اور آج کل یورپ میں اور مغربی دنیا میں خصوصیت سے یہ آیت توجہ کے لائق ہے کیونکہ یہاں اوقات. المراد من اضاعة الصلاة هو عدم ادائها في وقتها. هذه الآية جديرة بانتباه خاص في هذا العصر في اوروبا والبلاد الغربية الاخرى ايضا، لان بعض الناس يهملون من اجل اداء مقتضيات المواعيد الدنيوية المواعيد التي حددها الله تعالى، فيؤدون مقتضيات الدنيا ويهملون مقتضيات حددها الله تعالى، وهذا هو معنى إضاعة الصلاة. لقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الإضاعة على الإسراف والتبذير أيضا، أي النفقات التي تسفر عن الأضرار وتتنافى مع رضا الله تعالى. إضاعة المال عند الإمام الراغب تعني إهلاكه وإتلافه. دیار کی بحث میں وہی مضمون ہے جو میں پہلے دار فقد جاء في شرحها ما قلت من قبل. هذه الكلمة مشتقة من دار يدور لكثرة حركات الإنسان فيها، أي الدار يطلق على مكان يتراءى فيه نشاط الحياة، بمعنى أن الناس يسكنون مجتمعين لسبب الحضارة والتمدن ويكونون في حركة ونشاط، وتتقدم التجارة والعلاقات المتبادلة، فالكلمة مشتقة من دورة، والمراد من ذلك دوران الشيء وحركته، ومنها اشتقت كلمة الديار، فحيثما كانت الحياة نشيطة ومتحركة يطلق عليها الدار. هذا ما قاله ابن جني. يقول حضرته على سبيل المزاح، أقول بالمناسبة بأن كلمة جني متداولة في هذه الأيام في باكستان بكثرة، حيث يفضلها كثيرا بعض الناس. فهناك شيخ وهو زعيم طائفة جنود الصحابة في باكستان، وهو مولع جدا بكيل الشتائم لأئمة أهل البيت، يقول بأني بحثت كثيرا وبذلت قصارى جهدي لأعثر على عذر يسوغ لي كيل الشتائم لهم، ولكن لم أجده، فاحترت كثيرا في العثور على التسويغ لذلك حتى وجدته، وهو أن الشيعة يعترفون بأنفسهم بأن أم الإمام الثاني عشر من أئمتهم كانت جنية،
وإن كيل الشتائم لابن جنية عمل ثوابه عظيم. اس قدر جاہلانہ باتیں ہیں کہ انسان بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں باتیں سن کے اور یہ بات کر کے میرے پاس. انظروا الى جهلهم وغباوتهم التي تقشعر لسماعها الابدان. لقد ارسل الي احد الاخوه الاحمديين شريطا مسجلا بكلام هذا الشيخ وقد وصل بشتائمه البذيئه منتهاها ضد الامام المذكور. والمعلوم انه لا يمكن ان يكون الامام ابن جنيه ولا يمكن ان يكون قد ولد من بطن جنيه، ولكن هؤلاء قد اخترعوا هذه الامور بغضا من عند انفسهم تبريرا ليخرجوا كل ما في جعبتهم من السباب والشتائم. وہ اعراب غلط ڈالے ہوں یا جنیوں کوئی اور لفظ ہوگا کچھ. على أي حال لقد تطرق الحديث إلى هذا الموضوع عرضا وسأخبركم عن هذا البحث غدا. مگر بات بڑی اچھی لکھی. غير أن ما قاله ابن جني فهو كلام جميل حيث يقول في التهذيب كل موضع حل به قوم فهو داره. ہر وہ جگہ جہاں قوم کہیں اترتی ہے پڑاؤ کرتی ہے وہ بھی دار ہے. الدنيا دار الفناء والآخرة دار البقاء. الدنيا دار الفناء والآخرة دار البقاء ودار القرار. الدار البلد. من المجاز الدار القبيلة. ومن المجاز الدار القبيلة المنزل اعتبارا بدورانها الذي لها بالحائط. اعتبارا بدورانها الذي لها بالحائط. مکان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ چار دیواری سے گھرا ہوا. وقیل دارة جمعها ديار وقیل دارة ثم تسمى البلدة دارا والصقع دارا والدنيا كما هي دارا. هذا ما قاله الإمام الراغب في المفردات يترجم حضرته. دارا آگے لفظ ہے کوئی وسطو لکھا ہوا ہے دارن کیوں جی ست ہوئی ہے کچھ اور ہے والقط یہ بھی دو نقطے بھی اچھا وسط دارن و دنیا کما ہے دارن. پھر دار کا لفظ شہر علاقہ نیز دنیا پر بھی بولا جاتا ہے. امام راغب مفردات میں یہ باتیں لکھتے ہیں. ثوابن کے اوپر بھی بڑی دلچسپ بحث ہے. أصل الثواب رجوع الشيء إلى. ثم هناك بحث ممتع عن ثواب أيضا، فقد ورد في المفردات أصل الثوب رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، ومن معانيها الثوب أي القماش أيضا. عربي میں وہ تو ہے اب اصلی حالت کی طرف لوٹ جانا. تو اس سے یہ آگے لفظ پھر کیسے نکلے؟ کپڑے کو کیوں ثواب کہا جاتا ہے؟ ولكن ما علاقة الثوب برجوع الشيء إلى حالته الأولى وما علاقتها بالثواب ومع التدبر والتفكير؟ نترك هذا البحث جانبا في الوقت الحالي. ہونے کے لیے بھی ہے جو غور و فکر سے حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس کو تو چھوڑیں. صاب فلان الى داره کہتے ہیں صاب فلان الى داره اپنے گھر لوٹ آیا. صاب فلان الى داره اي عاد الى بيته الذي هو دار القرار. گھر دائمی چیز ہے. والسفر امر عارض يقال ثابت الي نفسي. الثوب سمي بذلك لرجوع الغزل الى الحاله التي قدرت له. يترجم حضرته. کہتے ہیں الثوب سمی بذلك لرجوع الغزل الى الحالت التي قدرت له. کسی چیز سے مقصد حاصل ہونے کے اعتبار سے کپڑے کو ثوب کہا جاتا ہے کیونکہ سوت کاٹنے سے غرض کپڑا بننا ہوتا ہے. لہذا کپڑا بن جانے پر گویا سوت اپنی حالت مقصودہ کی طرف لوٹ آتا ہے. وذلك لأن الغرض من الغزل هو نسج الثوب، فإذا نسج الثوب فكأن الغزل عاد إلى حالته المقدرة له، وكذا ثواب العمل. هذا تعبير معروف وجه عام،
يقال الثوب للقماش لأن الهدف من الغزل كان نسج الثوب، وإذا بقي الغزل على حالته كان بعيدا عن الهدف المتوخى منه، وعندما يحول إلى الثوب يحقق الهدف المنشود منه. بهذا المعنى يسمى القماش ثوبا. والثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فيسمى الجزاء ثوابا. ثواب أعمال والثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فيسمى الجزاء ثوابا. اب نقطہ نکالا جا رہا ہے، ثواب اعمال کی جزا کی وجہ سے انسان کی طرف لوٹتا ہے. هذا هو الجواب الحقيقي الذي ذكره الآن، أي أن كل عمل يعمله الإنسان له نتيجة تتراءى بعيدة عنه من دون أن يواجهها العامل. فمثلا إذا أقحم أحد يده في النار فيجب أن تحترق. نرى في حياتنا اليومية العمل بالتعبير المتداول الأخذ والعطاء أو ما شابهه، ولا تستخدم فيه كلمة ثواب، لأن المرء عندما يقوم بعمل ينال جزاءه فورا. ولكن كلما كان الجزاء بعيدا عن العمل فإن إيصاله إلى صاحب العمل يسمى ثوابا، والثواب قد يكون مثله أو أفضل منه. فيقول الله تعالى بأنكم كسبتم الأعمال الحسنة في الدنيا وقدمتم التضحيات وقد ترتب عليها أجركم، ولكنكم ما نلتموه في الدنيا بعد. فما لم يوصل الله تعالى إليكم هذا الأجر الذي أصبحتم مستحقين له لكان دينا على الله. والله عنده حسن الثواب. فسيعطيكم الله تعالى هذا الأجر بعد أن يضاعفه، والله عنده حسن الثواب. فإن الله تعالى لا يعيد الأجر بمثل ما كسبه الإنسان فقط، بل يضاعفه كثيرا بفضله ورحمته. يقول تعالى في آية أخرى حيث يجري الحديث عن زيادة الأموال، علما أنه قد منع الله تعالى من الربا وأمر بالإنفاق في سبيل الله، فقال بأن الأموال تربو إذا أنفقتموها على الفقراء وأديتم الزكاة، فإن وعد زيادة الأموال يتحقق في هذه الدنيا طبعا، ولكنه سوف يتحقق بصورة خارقة للعادة في الآخرة. لأن المبدأ المتبع في الربا كما نلاحظه هو أن الأموال تظل تزداد ما دامت عند المستدين. ولكن مضمون الربا لا يصح فيما يتعلق بالله تعالى، بل هو مضمون الجزاء، وليس هناك شرط معين يجب عليه إحقاقه. هذا ما يسمى إحسانا. يبدو في الظاهر أن الأموال التي تقدم في سبيله تنمو مع مرور الوقت، ولكن الأمر ليس كذلك، بل هو إحسان، وليس هناك أي دخل لتنميتها مع مرور الوقت. فالله يذكر الإضافة في أجور الأعمال الصالحة، ولكن فيما يتعلق بجزاء الأعمال السيئة فيقول بأنه سيجازيهم عليها بالمثل فقط. فيتبين من ذلك أن الوقت بحد ذاته ليس قادرا على الإضافة ولا على الإنقاص، بل عندما يعامل الله تعالى بالعدل والرحمة لا يعاقب أحدا أكثر من خطأه، ولكن عندما يعامله بالإحسان يجازيه ويثيبه أكثر بكثير مما يستحقه نتيجة أعماله. ولكنه يقول لصاحب الأعمال بأن هذا حقك وكان يجب أن يعود إليك. هذا المبدأ يكون جاريا في الثواب. اس میں ہے بعضوں کو من بعض کی تشریح میں امام راغب لکھتے ہیں. يقول الامام الراغب في شرح بعضكم من بعض ان هناك روايه عن ام سلمة قالت انه يوجد ذكر الذكور بصاد الثواب ولا يوجد ذكر الاناث، فانزل الله تعالى هذه الايه. تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ ایت نازل فرمائی. اس سلسلے میں میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ نزول کے مضمون کو غیر معمولی طور پر اہمیت دے کر،
لقد قلت من قبل أيضا في هذا الصدد بأن كثيرا من المفسرين علقوا أهمية غير عادية على أسباب نزول الآيات، وهذا ما أدى إلى صرف أنظارهم عن مضامين القرآن الكريم الدائمة، وبالتالي ظنوا عن الآيات التي تتناول مفاهيم أبدية أنه قد أثير سؤال مؤقت فنزلت ردا عليه. والمعلوم أن الموضوع المذكور أعلاه يحمل في طياته أهمية دائمة، إذ يوجد ذكر حسنات النساء وجزائهن عليها في آيات أخرى أيضا في القرآن الكريم. कोई लगता है याद कर रहे हैं मुझे यहाँ पट्ठा फटक रहे हैं यहाँ से हमारे मुहावरा नहीं वैसे नहीं मैं कह रहा कहते हैं अगर कोई पट्ठा फटकने लग जाए هنا يسأل حضرته السكرتير الخاص هل هذا الذكر موجود في هذه الآية فقط أم في غيرها أيضا؟ ثم قال هذا الذكر موجود في آيات أخرى أيضا على ما أظن. فقال نعم هذا الذكر موجود في عدة آيات بالتأكيد. باقی تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے یہ بات امام راضی نے بھی لکھی ہے جو میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ساتھ خدا کے وعدے کے پورا ہونے کی شرط هنا بحث حضرته قليلا في رؤوس الاقلام المكتوبه والموجوده امامه وقال ليس هناك شيء مهم آخر فيها يجدر بالبيان بهذا الصدد. وقد قال الإمام الرازي أيضا الكلام نفسه الذي أريد أن أفهمكم أن الله تعالى قد وعد أنه سوف يجزي أصحاب هذه الأعمال حتما. هاجروا أي ترك المرء مكانا وانتقل إلى مكان آخر، أو ترك عادة واختار عادة أخرى، كل ذلك يدخل في الهجرة. لقد ورد في إحدى تراجم معاني القرآن الكريم التي قام بها الشيعة أن المراد في الآية فالذين هاجروا وأخرجوا هم التالي أسماؤهم، ثم ذكروا بضعة أسماء وغضوا الطرف عن البقية، يقولون بأن المراد منهم هو أمير المؤمنين عليه السلام وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري، والمراد من أود في سبيل الله هو عمار بن ياسر، وكأن قصة الإسلام كلها قد انتهت إلى هؤلاء فقط وتحققت الوعود كلها. باقی وہ ضمنی معمولی وہی ترجمے ہیں انہی کو دوسرے لفظوں میں بیان کر دیا ہے کوئی خاص تفصیلی نقطہ نہیں کشاف کیا کہتے ہیں هنا يقول حضرته بأن التراجم الأخرى كلها قد ذكرت أمورا عادية وقد ذكرتها من قبل ولم تذكر نقطة تفسيرية مهمة غيرها کہتے ہیں اس میں سست افراد جو ثواب کے متمنی رہتے ہیں ان کو تنبیہ ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو ثواب ملیں گے ورنہ نہیں لنرى الآن ما يقوله صاحب تفسير الكشاف يقول ما معناه إن في هذه الآية تنبيها للكسالى الذين يتمنون الثواب، وقيل لهم بأنكم لو كسبتم هذه الحسنات جزيتم عليها وإلا فلا. وهناك نقطة بينها الإمام الرازي وأردت أن أذكرها لكم، وقد ألقى الإمام الرازي ضوءا عليها من قبل، وهي أن العبارة لأكفرن عنهم سيئاتهم تذكرنا بدعاء سبق ذكره وهو فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هذه نقطة مهمة يجب الانتباه إليها جيدا، ولكني سأعود إليها لاحقا وسأفصلها حينها. إن كثيرا من المفسرين الأحمديين وكذلك سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه قدم هذه الآية ردا على اعتراضات تثار في أوروبا، إذ يقولون بأنه لم تذكر هنا أي مرتبة أو أي منزلة للمرأة. فأقول
سواء أكان ذلك مذكورا في هذه الآيات أم لا، فالواقع أنه كلما كان الحديث في أي لغة في العالم بصيغة المذكر فالمراد منه الجنس البشري بوجه عام، ولا حاجة لذكر النساء بصورة منفصلة. أما ظاهرة الجنون أنه لو أدخلت النساء في صيغة الرجال لكانت إساءة إليهن، فقد بدأت مؤخرا ومنها نشأ هذا الاعتراض وهذا اللغو السخيف. وحتى إن لم تأتي الآية على صياغتها الحالية، فإن المبدأ المسلم به في العالم كله والذي يشهد عليه التاريخ البشري كله هو أن صيغة المذكر تستخدم للإشارة إلى جنس البشر، وتلك الصيغة تشمل النساء أيضا، ولا تعتبر النساء خارج نطاقها. ولقد شرح القرآن الكريم هذا الموضوع هنا، ليس لأن أم سلمة رضي الله عنها أثارت هذا السؤال، بل لأنه كان مقدرا أن يقول الناس مثل هذا الكلام في المستقبل، لذا تناول الموضوع بشرح أكبر. مونٹگومری واٹسن یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ اخرجو کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ جنہوں نے جو ہجرت کی خود اور وہ جن نکالے گئے گھروں سے. لقد أورد المستشرق جورج سيل رواية أم سلمة رضي الله عنها، ويقول مستشرق آخر اسمه مونتغومري وات بأنه لم يعرف لماذا أضيفت الكلمة أخرجوا ومن كانوا المراد منها. هل كان المراد منها أناسا معينين أم ماذا؟ أقول لقد ذكر المهاجرون أولا ولم يذكر الذين أخرجوا، ولكن الواقع أن الهجرة تتضمن تلقائيا مفهوم الذين أخرجوا. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فقط من مكة، بل حوصر بنية قتله، لذا كان من المفروض أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيره، وكذلك أصحابه الذين خرجوا بطيب خاطرهم. ولكنه من المعلوم أيضا أن الكفار جعلوا مكوثهم هناك مستحيلا، وهناك آخرون أخرجوا فعلا بعد أن نهبوا، أي أن هناك بعضا أخرجوا بهذا المعنى. لذلك تردد المستشرق من غومري وات قليلا، قال إنه من المعلوم أنهم نهبوا وضربوا وأوذوا، إذ قد يتم العثور في حالة معينة على أن بعض الناس أخرجوا من ديارهم قهرا، ولكن هذه الظاهرة ليست عامة. اس کے پہلے کی تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من ديارهم، دراصل ہجرت کی وجہ. ويمكن أن تفسر الآية أخرجوا من ديارهم على أنه عندما نقول هاجروا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم، فهناك سبب لهذه الهجرة، لماذا هاجروا أصلا؟ السبب في ذلك أنهم ما كانوا قادرين على المكوث في بيوتهم، لأن ذلك قد جعل مستحيلا عليهم. لقد بين الله تعالى هذا الموضوع في سورة الحج، حيث ورد فيها أيضا قاتلوا وقتلوا، وهذا قد يوهم البعض وكأنهم هم الذين بدأوا بالقتال، ولكن آيات سورة الحج تشرح هذا الأمر جيدا، حيث يقول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبذلك قد وضح أنهم لم يبدأوا بالقتال بل فرض عليهم القتال، فقاموا بالدفاع فقط واستشهد البعض، وأن الله على نصرهم لقدير. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کے ان پر مدد کا پر قادر ہے پوری طرح. پھر فرماتا ہے الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، ثم يقول تعالى الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، لم يقل هنا خرجوا بل أخرجوا، فنستنبط من هنا معنى الذين هاجروا أو أخرجوا من ديارهم، بل الواقع أنهم أكرهوا على الهجرة. وقد أخرجوا من بيوتهم بمعنى أن مكوثهم فيها جعل مستحيلا عليهم.
ये अब वैरी साहब हसब आदत ऐसी दूर की जहलाना कौड़ी लाते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है. कहते हैं وهنا أيضا قال المستشرق وري حسب عادته قولا غير معقول وبعيدا عن الفهم لدرجة يحتار المرء بقراءته. يقول بأن فكرة دخول الجنة صادرة عن ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأى ما يشبه واحة واسعة في صحراء العرب حيث النخيل وما إلى ذلك. تو جو قرآن کریم نے جنت کے نقشے کھینچے ہیں ان کا اوئسس پر اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. فيفسر ذلك ويقول بأن في الجنة ماء زلالة وينابيع اور شہد بھی بہتا ہے دودھ بھی بہتا ہے یعنی شراب سبرات پانی اگر لے لیں. الحق انه اعتراض جد سخيف والحق ان رسم القرآن الكريم للجنة لا ينطبق على واحة الصحراء ابدا اذ فيها ماء جار ونجد فيها الشراب والعسل والحليب. أين رأى وري كل هذه الأشياء متاحة؟ أي الحليب والعسل الجاري وكل نوع من الطيور بل كل ما يشتهون. أي عندما تدخلون الجنة تتحقق جميع أمانيكم. فكلام وري هذا كله مبني على الجهل والسخف. والحق أنه لم يذكر هنا أعلى تصور للحياة السامية فقط، بل ذكرت حكمها العميقة أيضا. وإلا ليس المراد من الحياة ذات المستوى العالي أن تكون هناك أنهار العسل أو الحليب فقط، فتقتصر حياة المرء على شرب العسل والحليب فقط فيواجه أنواع المعاناة نتيجة ذلك. بل الحق أن الإشارة هنا هي إلى صفاته الحسنة. فمثلا ذكر الخمرة وقال بأنه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فإذا كانت الخمرة لا تسكر الشارب فما معنى الخمرة إذا؟ وقال عن اللبن إن طعمه لن يتغير فيتضح من ذلك أنه ليس لبنا دنيويا. إذن إن هذه الفكرة ليست فكرة حياة الاستمتاع والتلذذ، بل فيها أكثر من رسالة كامنة، أي الأمور التي تشملها الجنة، وإن نظرتهم لا تصل إلى تلك الأمور، ومن ناحية أخرى يزيدون أو ينقصون كما يحلو لهم في المفاهيم التي يصلون إليها بصعوبة بالغة، ويفعلون ذلك بغية الاعتراض فقط، ولا هدف لهم، ولا هدف لهم غير ذلك. فيقول ويري إنه ثبت على وجه القطعية أن ملذات جنة المسلمين دنيوية كلها، بينما يرفض الإسلام ذلك بكل وضوح ويقول ما لا عين رأت، أي لا يمكن أن تتصوروها أبدا، ولا تدرون كيفية الحياة الأخروية وكيف ننشئكم نشأة ثانية. فإذا أصر أحد على رأيه بعد كل هذه البيانات الواضحة فماذا عسانا أن نقول له؟ يوسف علي صاحب اس سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق کو مساوی طور پر يستنبط السيد يوسف علي هنا ان الاسلام لا يسلم فقط بأن حقوق الرجال والنساء متساوية، بل يصر على ذلك أيضا، وإن هذا التمييز الذي هو تقسيم فطري لا يعمل في الأمور الروحانية، ولكن سيبقى هذا التقسيم الاصطناعي قائما على حاله في بعض الأمور مثل المرتبة والثروة والدرجة والنسل واللون والخلق. أقول إن مسألة المساواة بين حقوق الرجال والنساء غريبة حقا. فكان من غرائب قدرة الله أن جاءتني البارحة سيدة ألمانية وسألت هذا السؤال نفسها، وكانت قلقة بالنسبة إلى هذا الموضوع، فقالت إنني مسلمة وأسلمت بصدق القلب وعن اقتناع، وأرى أن المرأة تابعة للرجل حسب تصوري، وطاعته واجبة عليها، ولكن رئيس الجماعة في منطقتنا يظن أنه يعرف علم الدين جيدا ويدعمه في ذلك داعية الجماعة المحلية، فيعلن هذا الرئيس على الملأ بالتكرار أن الأمر ليس كذلك بل كلاهما متساو، وبالتالي للزوجين حقوق متساوية على بعضهما بعضا في الأمور المنزلية وغيرها مثل العلاقات الزوجية. فقالت هذه السيدة بأن هذه الفكرة ستؤدي إلى الفوضى وسيقلب نظام البيت رأسا على عقب في أوروبا بدلا من توفير الأمن والاستقرار لها، علما أن أوروبا ترزح تحت هذه المأساة مسبقا. فأرجوكم أن تمنعوهما من هذا الكلام.
اب میں سوچ رہا تھا کہ جرمنی کی جماعت کو لکھوں کہ وہ سمجھائیں اور یہ اس قسم فكرت بداية أن أكتب إلى جماعة ألمانيا أن يفهموهما الأمر على حقيقته، لأن مثل هذا الكلام لا يجوز. فمثلا إذا كان رئيس جماعة محلية شخصا عالما أيضا، فمع ذلك لا يحق له نظرا إلى مصالح الجماعة المنتشرة في أنحاء العالم كله أن يعلن موقفه بهذه الطريقة ويقول بأن ما أقوله هو الصحيح حتما. هذه رعونة وليس علما. كان من واجبه ومن واجب الداعية أن يعرض هذا الأمر على المسؤولين في جماعة ألمانيا، وأعلم أن جماعة ألمانيا تستشيرني فورا في أمور هامة مثل ذلك. بعض دفعہ میں خود قطعی طور پر جواب دیتا ہوں کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے. وفي بعض الأحيان أشكل لجنة من العلماء المرتبطين مع دار الإفتاء وغيرهم للتدبر في مثل هذه الأمور، وفي بعض الأحيان الأخرى أرد عليهم ردا قاطعا وأوضح لهم موقف الجماعة في موضوع معين. فبدلا من ذلك سلك الرئيس المحلي المسلك المذكور، مما أدى إلى الفتنة في ذلك الفرع للجماعة. لم يخطر ببالي هذا الأمر من قبل، لكن شاء قدر الله أنه عندما رأيت في رؤوس الأقلام ما قاله السيد يوسف علي، علما أني لا أجد وقتا لقراءة رؤوس الأقلام قبل الأوان، لذا أضطر أحيانا للتركيز أكثر في أثناء الدرس، استغربت كيف قدر الله أن أشرح كل ذلك. إذا من غرائب قدرة الله أنه كلما احتجنا إلى شيء سدت الحاجة فورا. لقد فكرت الليلة في حادث موسى عليه السلام، وكان يتضمن بشارة عظيمة لم أستطع بيانها، وتوا وصلتني البرقية من السيد مصطفى ثابت طلب فيها أن أتناول هذا الموضوع بشرح أكثر. فقال السيد مصطفى أنه موضوع مهم ينبغي بيانه، ولا شك في ذلك طبعا. إذن هذا أيضا مثال على تأييد الله تعالى. الواقع أن مساواة الحقوق شيء، وتفوق أحد على غيره أو ضعف قدرة أحد في الأمور الإدارية شيء آخر تماما. إذا كان رئيس تلك الجماعة يستنبط من مساواة الحقوق أن المرأة ليست مطالبة بطاعة زوجها، فلماذا لا يطبق هذا المبدأ على نفسه؟ هل حقوقه تفوق حقوق بقية الأحمديين؟ هو أيضا أحمدي مثل بقية الأحمديين، والأحمديون جميعا سواسية في الحقوق. فباستطاعة كل أحمدي في منطقته أن يعلن بأني لست بحاجة إلى طاعة أوامرك، لأن حقوقنا متساوية. والمعلوم أنه لا يمكن أن يجري نظام أي بلد ولو لبضعة أيام نتيجة هذه الفكرة. إن قضية الحقوق موجودة في بريطانيا، بل في كل بلد من البلاد الأوروبية، حيث يقال بأن حقوق جميع الناس رجالا ونساء متساوية. ولكن إذا عين أحد مسؤولا على إدارة النظام أو جعل قواما أو قيما في دائرة معينة، فلا بد من طاعته. أي لا يوجد تعليم الحرية المطلقة حتى يصبح المرء خليع رثا تماما. لذا يجب أن تتذكروا جيدا أنه فيما يتعلق بالأمور العائلية والمنزلية، فقد أعلن الله تعالى من خلال بما فضل الله وأعطى الرجل أفضلية على النساء بناء على بعض الحكم. والمعلوم أنه لا يمكن أن يجري أي نظام في العالم أبدا ما لم يكن هناك مركز لاتخاذ القرارات في الأمور الإدارية، وإذا تشتتت المراكز فسد النظام كله. فالمراد هنا هو أنه فيما يتعلق بالحقوق، فإن لكم حقوقا كما للرجال حقوق وأنتم متساوون من حيث المبدأ، كذلك حقوق الرجال أيضا متساوية فيما بينهم. ومع ذلك تفوض الأمور إلى بعضهم بوجه خاص، ويجعل أحدهم صاحب الأمر فيطلب من الآخرين أن يطيعوه. فمن واجب المرأة أن تطيع زوجها في الحياة اليومية والحياة العائلية وتتعاون معه، ومن واجب الرجل أن يكسب المعاش، فهو يجتهد ويسعى ويبذل قصارى جهده في هذا المجال. لذا حين يأتي الأمر إلى أخذ القرار في الأمور العائلية والمنزلية، فسيكون الحق له أن يأخذ القرار النهائي فيها، إلا إذا كان قراره يتعارض مع الشريعة. وہ جو دوسری آیت ہے وہ اس مضمون پر بھی حاوی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. وهناك آية أخرى هي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهي تحيط بهذا الموضوع جيدا، وتعني أنه إذا حدث الخلاف بينكم في شيء فلا تعملوا شيئا خارجين عن أوامر الله ورسوله. أي لا يجوز أن تنبذوا حكم الله
وراء ظهوركم متذرعين بطاعة أولي الأمر، هذا ليس مسموحا بحال. فمثلا إذا أصر رجل على زوجته بارتكاب الفاحشة والاشتراك في حفلات مختلطة وارتكاب أعمال تتنافى مع الإسلام، عندئذ تسمح هذه الآية للمرأة بألا تطيع، ولكن يجب ألا تتمرد ولا تتكلم مستشيطة غضبا، بل يجب أن تثبت على موقفها لأن الأمر يتعلق بالدين، وتقول بأن الله ورسوله سوف يحكمان في أمرنا، غير أنني سأتعاون معك في الحياة اليومية بوجه عام. لازمی اصول ہے کہ اس میں تحکم کو کم سے کم موقع دیا جائے. والأمر الثالث الجدير بالانتباه هو أن أهم مقتضى حسن الإدارة أن يقلل المرء من استخدام القسوة وفرض سيطرته جهد المستطاع، ويجب أن يدار النظام بأسلوب حتى لا يشعر صاحب السلطة العاملين تحته بأن هناك حكما يفرض عليهم، وهذا ما تتلخص به تجربتي في حياة الإدارية كلها. وإذا اخترتم هذا الأسلوب لن يحتاج المرء لفرض سيطرته على الآخرين أصلا. لذا نصيحتي للرجال هي أن الله جعلكم قوامين، ولكن لم يقل أن تمارسوا سلطة كونكم قوامين بالغباء، بل عليكم أن تهتموا بالنساء كما يأمر القرآن الكريم، وتحسنوا معاملتهن حسب أسوة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية. روزمرة کی زندگی میں اپنے بیویوں سے فرماتے تھے، آپ قوام تھے کہ نہیں؟ هل كان صلى الله عليه وسلم قواما أم لا؟ ولكنه لم يصبح قواما بالعصب، بل حاز هذه المرتبة بالحب والتودد والحكمة الخارقة للعادة، فلم يكن لزوجاته أن يتصورن الوقوف في وجهه أو ينشزن، فكان يحدث أحيانا أن تعلو وجهه شائبة من الاستياء أو يبدو شيء من عدم الرضا على ملامح وجهه، فكانت زوجاته يفهمن ذلك وكان ذلك يشكل أشد عقوبة لهن. ان کے لیے تو اپنے معاملات کو قرآن کریم کے تابع کرو، مگر قرآن کریم کی تشریح. لذا عليكم ان تجعلوا اموركم تابعه للقران الكريم، ولكن يجب ان تفسروا القران الكريم في ضوء سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يتبين من هذه السنه كما يتبين القران الكريم ايضا ان الطاعه ضروريه، ولكن هذه الطاعه ليست طاعه شخص تفرض سيطرته على الاخرين او هو جبار مستبد وديكتاتور، بل هي طاعه من يؤدي الحقوق لان حقوق الجميع متساوية بوجه عام. ولكن الذي يحسن المعاملة يطاع تلقائيا وبطبيعة الحال، لذا يجب ألا تثيروا مثل هذه الخصومات المتعلقة بكونكم قوامين، فلا تفرضوا سيطرتكم عليهن، بل تأسوا بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلتم ذلك لن ينشأ هذا السؤال أصلا، ولكن كلام تلك السيدة الألمانية كان في محله تماما، وقلت لها بأنني أوافقك 100% أن قضية الحقوق شيء آخر تماما، أما مركز القرارات في الأمور العالية فهو بيد الرجل، ولكن يجب عليه أن يفعل ذلك بالتشاور. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقوم بالاستشارة، فمن عساه أن يكون من أولي الأمر أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه إنه إذا اختلفتم مع أولي الأمر فهناك ولي أمر فوقهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كونه أكبر ولي الأمر كان يعامل زوجاته بالرفق واللطف والنباهة غير العادية، وكان يهتم بهن كثيرا، ولكنكم تنسون كل هذا ولا تتذكرون إلا كونكم قوامين، وإذا تمسكتم بهذه العادة فقط فتكونون أنتم المسؤولين وليس الإسلام، لما سيلحق بالإسلام من الأضرار في المجتمعات الغربية. فردوه إلى الله ورسوله، الله ورسوله رسول كتف لي جاو. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا يقول حضرته: أرى من المناسب أن ننهي شرح هذه الآية هنا ونتناول آيات أخرى، لأنه لم يبقى عندنا إلا يوم واحد من رمضان هذه السنة، ويبدو أننا قد لا نتمكن من إنهاء هذه السورة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. یاد تو ہے، میں ویسے پڑھ دیتا ہوں، چلیں.
اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اس میں ما هو ذلك الدعاء الذي ذكر هنا؟ هو ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. هذا الدعاء يتضمن جانبين من الاستجابه. اولا ندعوك يا ربنا ان تغفر ذنوبنا السابقه، فقال تعالى هناك بانها قد غفرت لكم لانكم بايعتم وتبتم فانتهى ما فات، أما ما تتوقعونه الآن أي أن تمحى سيئاتكم فإن فلسفة محوها هي أن المرء يضطر إلى المرور برحل ابتلاءات وبدونها لا تزول وصمة الضعف العميقة أو منهج التفكير الخاطئ. إذن فقد بيّن الله تعالى هنا فلسفة الابتلاء وقال يجب ألا تتوقع استجابة الدعاء بغير التضحيات، لأنه مما يتنافى مع قانون الطبيعة أن تغفر الذنوب السابقة ثم تطلب عيش الراحة والاستراحة وألا يطلب منكم الجهد والاجتهاد بل تزول نقاط ضعفكم تلقائية. هذه الفكرة باطلة. المشايخ الذين يرون بأنه عندما يأتي المهدي ستزول من العالم السيئات كلها تلقائية وفجأة، فإن القرآن الكريم يكذب فكرتهم هذه. إذا كان زوال السيئات فجأة من دون الحاجة إلى التضحيات ممكنا، لكان ضروريا أن تحدث هذه المعجزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره. ولكن الله تعالى يقول بأنه وأصحابه قاموا بأعمال عظيمة. ما هي تلك الأعمال يا ترى؟ يقول تعالى هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. يترجم حضرته ولڑے مقابلتاً لڑے وقتلوا اور شہید کیے گئے ان لوگوں کے متعلق میرا وعدہ ہے لوگ لا اکفرن عنہم سیئاتہم میں یقیناً ان کے گناہ بخش دوں گا نہ ان کی برائیاں دور فرما دوں گا. ثم يقول إني أعد هؤلاء لأكفرن عنهم سيئاتهم. هناك فرق بين ما قاله الإمام الرازي وما أقوله أنا. لقد وضع الإمام الرازي هذا الشرط للذنوب أيضا، مع أن القرآن الكريم لا يضع أي شرط مع الذنوب. الجزء الأول من الآية أي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يتحقق تلقائيا نتيجة الإيمان، أي أن الذين يؤمنون بصدق القلب لا يحزنون بالنسبة إلى ذنوبهم السابقة. أما الجزء الثاني المتعلق بمحو السيئات فهو الأصعب على الإطلاق، ومثله كمثل الغسال الذي يغسل الثياب بضربها على الحجر بقوة وشدة حتى تزول عنها الأوساخ. كذلك توجد مساحيق ومواد أخرى للتنظيف كما ترون الدعايات عبر التلفاز أيضا، حيث تعرض مساحيق من أنواع مختلفة، وتعرض أيضا كيفية إزالة هذه المساحيق البقع عن الثياب. إذن لابد من غسل الثياب في الغسالة أولا، فهذا كله يتعلق بنظام علمي، وهذا النظام ملحوظ في العالم الروحاني أيضا، إذ يقول الله تعالى بأني سأحقق هذا الوعد حتما، ولكن الشرط هو أن تساهموا في التضحيات بكل ما في وسعكم لأنها ضرورية لإصلاح الأمم. إذن عندما تأتي فترة الابتلاءات والمصائب ننال بشارة عظيمة عنها فورا، وهي أن إصلاح الأمور سوف يتم من خلال التضحيات. فانظروا مثلا إلى أعمال الشغب التي حدثت ضد الجماعة في عام 1953 ميلادية وفي عام 1974 ميلادية، أو التي تحدث في يومنا هذا. إذا نجد أن الجماعة تتطهر وتنظف نتيجتها وتطرح الثياب البالية جانبا ولا نقبلها أصلا. أذكر أننا كنا نرى في أيام الطفولة محلات الغسالين على الشارع الرئيسي في لاهور، فكان الناس يأتون بثيابهم للغسيل، ولكن الغسالين ما كانوا يقبلون ثيابا بالية منها ويقولون إنها سوف تتمزق في أثناء عملية الغسل ثم ستطالبوننا بها فلن نغسلها لكم، فكانوا يطرحونها جانبا لأنها ما كانت جديرة بالابتلاء. هذا عامل الله تعالى الجماعة إذ ترك ضعاف الإيمان منهم جانبا وابتلأ أقوياء الإيمان. عندما نذكر ذلك
تمر أمام أعيننا مشاهد أوذوا في سبيلي. عندما ننظر إلى التاريخ المعاصر الذي يرقم أمام أعيننا نرى مشاهد أخرجوا من ديارهم ماثلة أمام أعيننا، والمراد من قاتلوا وقتلوا هو الجهاد أولا وقبل كل شيء، ولكننا لا نقوم بالجهاد بالسيف غير أننا قائمون وثابتون على جهاد يرفع السيف علينا لسببه، فإن جزء قتلوا يثبت أن جهادنا الذي نقوم به صحيح عند الله، والذين يقومون به ينالون جزاءه بصورة قتلوا. ففي هذا الزمن ننال بشارات من الله تعالى، منها أن الراحة التي سحق بها الصحابة من أجل تطهيرهم ولإزالة سيئاتهم عنهم نسحق نحن أيضا بها. ندعو الله تعالى أن يحقق في حقنا وعوده التي قطعها مع الأنبياء السابقين. لقد مرت الفترة الأولى منها بنجاح، أي فترة الأولين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن ستتحقق حتما الوعود نفسها في الزمن الراهن أيضا، وإن علاماتها بدأت تظهر للعيان، وهي علامات صادقة بفضل الله تعالى. إذن فمن ناحية هناك تضحياتنا المتواضعة، ومن ناحية أخرى هناك أفضل الله تعالى العظيمة. لقد دخلنا في عهد تحقق الوعود رغم نقاط الضعف فينا، ونرى أن الله تعالى يحقق وعوده بعظمة خارقة. ندعو الله تعالى أن يطول فترة التقدم هذه أكثر فأكثر، لنرى أيام غلبة الإسلام بأم أعيننا. اللهم آمين.